السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بألف خير ورمضان كريم. واليوم جيت نحضر معكم واحد الكريويسة، وإلا بغيتوا تعرفوا طريقة التحضير تابعوا الفيديو حتى الاخر. باش غنوجدوا هاد الكرواسة كنحتاجو كيلو ديال الفورس، دقيق ابيض، واحد الفاني، كاس ديال الحليب. المهم لا خصنا نزيدو. وهنايا عندنا نص كاس ديال الماء، فيه معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه ونص ديال سنيده. وعندنا هنا الملحه، شويه ديال الملحه، وغنديروا معلقه ديال الخل صغيره، معلقه الخل صغيره. دابا غادي نوجدوا الدقيق، ديروا الدقيق كنزيدوا عليه الخميره، درت معها السكر، درت معها معلقه ونص ديال السكر، نزيدوا الفاني، كنبداو نخلط المقادير كلها مع هاد الطحين. خاصها شوية ما تجيش عاوتاني قاسحة، خاصها شوية خفيفة. ندير لها، لا خاصها نزيد لها الماء، نكملها بشوية ديال الماء، ما تديروهاش تكون قاسحة بزاف، الكرواسة ماشي فحال الشكل ديال المسمن، وتتجي ساهلة ماشي الطريقة اللي هي صعيبة الكرواسة. حنا كنبغيو نديرو الحاجة اللي هي كلشي يفهم وكلشي يصاوب. شتي تتخليوها بزاف غير شوية وتديرو غير شوية وترجعو عندها تسرحوها، ماشي تخليوها بزاف. من بعد ملي بغاو نوجدوها ان شاء الله غادي نطلقها. دابا بعد ما طلقات لينا العجينه غادي نحاولوا نسرحوها، كنديروا وحده فوق وحده، كنديروا لهم الطحين، كنبداو نغبروهم، من بعد عاد كنبداو نسرحوهم. ديروا الطحين باش ما تلصقش لكم، باش ملي تبغيو تسرحوها تفك داغي. بحال هكا تمشيو معاها، انا حيت راه درتها شويه تعطلت عليها راه بدات كتخمر. شوفو معاها دقه دقه حتى كتسرحوهم كاملين. ديرو دوك سته ولا خمسه، كل وشحال بغا يديرها هكا. كتمشيو معاها ضروري ديرو الطحين باش ما تلاقاش. شتي بدات كتخمر، حال سخون، ومن بعد غادي نبداو نسرحوها بالمدلك. الطوب الأولى نبداو نسرحوها بالمدلك، ملي كنسرحوها مزيان كانو كندهنو بيناتهم الزبدة. بحال هكا هادي شويه طريقه سهله باش كتجي زوينه. كندهنو هذا هو الاول، كندهنو هذا بالطحين تبصيل، كنهزو هادي وكنحطوها هكذا بحال هكا، كون كندهنوها بالزبده. ديروا ليها الزبده باش تجيكم مرقه.
نمشيو على الثاني عند الاخرى بحال هكا. كتسرحوها مزيان اللي بغى يديرها دائره كيدير، اللي بغى يديرها مربعه كيديرها، واللي بغى يدير هذيك مثلثه يديرها مثلثه، كل الشكل ديالو. اللي بغى يورقها مايزينه بحال هكا يديرها حسنه. انا واجداش عندي مايزينه درت فيها الطحين، كون كنتي ديري فوق هذه الناس كدهنو عاوتاني بحال الشكل الاول. كنرجعو عاوتاني عند الاخرى نفس الشكل ديال الطحين، وكنسرحوه بحيث في الاخر غادا كلهم غيتسرحو مزيان، ماشي دابا حيت خليتها غليظه حتى الاخر ملي كنبغيو نقطعوها شكلوها راه كتسرح كامله بالمدلك. كتمشيو معها دقه دقه عاوتاني. كنديرو هادي اللي دهناها كنحطو هادي فوقها هاكا، هي راه كتبقى تسرح بوحدها مع الزبده كتطلق. سيرو كاع معاها كلها، ما تخليوش لها شي بلايصه اللي ما ديروش ليها الزبده، باش ملي كطيب كتورق كتحل داك بينات هاد العجين كيتحل كتبان توريقه زوينه فيها. بعد ما سرحنا العجين ديالنا ها هو كيبان داك التوريق، وهذا هو الشكل اللي بغينا حنايا، القياس اللي بغيناه هو هذا. دابا غادي نقطعوها هاك هاك، واللي بغى يقطعها اقل من هكا يقطعها. كتصايبو كتصايبو كتزيدي تسرحيها شويه بحال كديري فيها. عندنا الشكلاط كديري طريف ديال الشكلاط هكا، كونو كطوي عليه الطويه الاولى والثانيه صافي كنقطعو. ديما هاد الجهه هي اللي غادي تكون لتحت بحال هكا ها الشكل ديالها. نزيدو عاود هاد الطرف هكدا كنطويو عليه بحال هكا، كنزيدو هاد الشيء الطويه هادي. راه كيبان هاد التوريق ديالها زوين. اللي بغى ما يديرهمش عاود كبار يديرهم صغار بحال هادشي، يدير على ربعة بحال هادي اللي درت انا، يدير يزيد ينقص. بحال هكا دابا غنزيدو نستمرو بنفس الطريقة بحال هكا. حاولوا دخلوا دوك الجنيبات ديالها بحال هكا باش ما يجيوش خارجي بحال هكا. شوفوا معايا بحال هكا راه كتجي مرقه ماشي، شوف الشكل ديالها كتجي دايره ديك التوريقه ديالها كتخضر وطيب عاد كيبان. هذا العجين الثاني عاوتاني غندير معكم الشكل الاخر الطريقه الاخرى عاوتاني. دابا درنا هذيك مربعه، دابا هذه غادي نديرو هذه اللي مثلثه.
هاد الجنيبات ضروري نحيدوهم، ملي نحيدوهم راه غنديرهم عاوتاني في هما، ندورو ليهم ندير شي طريقة ماشي نلوحوه، غير باش كتعطيك ديك الجنيبة التوريق ديالها. هاد شتي هاكدا هي باش يعطوك هاد الجنيبات هادو هاكاك باش كتبان مر، شي علاش حيدتها هي. هادي دابا كنقطعوها بحال هاكا، كنعاودو عاوتاني نديرو بحال هاكا، وكنجيو دابا نديرو بحال هاكا. هاكا كتمشيو معاها، هاكا قسموهم إلا تلاقاو هاكا قسموهم، هاكا نتوما ملي تكونو تصايبو نتوما كتصايبو نتوما كتجبدو. واخا راه وحدة كبيرة وحدة صغيرة، كتقطعو هادي شي شوية من هنا بحال هكا، كانو كديرو نفس القضية هكا الشكلاط نفس الطريقة، كتمشيو معاها كتجبدو هادي هكا ونتوما غادي بحال هكدا، تعطيكم الطريقة هكا كانو كتستمرو نفس الطريقة. ما بحال هكا سيرو معاها ديما بحال هكا غير بشوية، الحاجة كتبغي غير خاطر أول شي ساهل، بس ما عنديش داك الشوكولاط الآخر اللي عندي هو هذا قضيت به. كتستمروا بحال هكا نفس هذا الشكل كتمشيو معاه بحال هكا. بعد ما سالينا كرواسه في اللويان ديالها، هنا راه درت صفر بيضه وجوج معالق ديال الحليب صغار وخلطناهم مزيان، دابا كندهنوها بحال هكا، ها هي خمرات دابا غندهنو بحال هكا بهذه الطريقه، دهنوها كامله. اللي عنده اللوز ايفيلي حتى كطيب وكيدهن ليها الناباج ولا كونفيتير ويديرو على الوجه ديالها، ولا يدير غير الكونفيتير وكاوكا ومهرمش اللي بغا. هادي راه هي العجينه اللي شاط ليا الجوانب، شديتها ودورتها على هذا الشكل ودرت فيها الشوكولاته، صافي كندهنوها بحال هكا كامله، حيت راه درت معاكم هادي ودرت معاك اللي هي مربع، درنا هاد الهلاليه ودرنا الاخرى اللي مربع، دهنوا كلها باش ما يبقاش شي بيض شي هاد الجنيبات هادو بحال هكا، ديروا مع دقه دقه حتى دهنوها. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكرواسه اللي شاركت معكم هاد النهار، وكنتمنى تعجبكم وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب، وديروا جيم فعلوا الجرس ويوصلكم الجديد. وهذا هو الشكل ديالها كي كتجي، كتجي مقرمشه وزوينه وخفيفه ما معجنه ما والو، وكنتمنى تعجبكم.